بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد إلى يوم الدين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نتكلم النهاردة يا أحبابي في تفسير رؤية الجبال. تفسير رؤية الجبال العالية دليل على الأمال، ودليل على المحبة، ودليل في نفس الرأي وتسلق الجبال في الحلم، دليل على ما ينتظر الحالم من نجاح وثروة. فإن رأيت غيرك يتسلق الجبل فإنك ستسمع أخبارا طيبة. الجراحة يا أحبابي، من رأى نفسه في المنام، من رأى في نومه إنه قد جرح في بدنه، فإن ذلك يدل على مال ورزق يأتيه من بدنه. ومن رأى إنه جرح ولم يصل منه دم فإنه يصيب فشل وشرف عظيمان. تفسير رؤية الجنازة في المنام يا أحبابي. تفسير رؤية الجنازة في المنام، صلاة الجنازة في المنام مؤاخاة وصداقة جديدة. ومن رأى إنه يتبع جنازة فإنه يتبع ذا سلطان فاسد. ومن رأى إنه محمول على نعش فإنه يكسر ماله. تفسير رؤية الجلد في المنام يا أحبابي. أو الجلد، تفسير رؤية الجلد في المنام سترة الإنسان في حياته ومماته. دي إيه تفسير الرؤى يا أحبابي لمن رأى في نومه أي رؤية من الرؤية الموجودة اللي أنا اتكلمت عليها. الجنابة، جنابة الإنسان في المنام، جنابة الإنسان على غيره في المنام مكروهة، وهي تدل على الوقوع في المحظور، وربما دلت على بلوغ المقاصد. تفسير رؤية الجمل يا أحبابي في المنام، في التأويل دل على السفر، وقيل على القوة، وقيل على النصر والصبر، وقيل على الحزن، وقد يدل الجمل على الرجل العربي الضخم. ومن رأى إنه ركب جملا وهو له مطيع فإنه يرزق الحج. فإن رأى أنه تحول عليه إصابة هم أو مرض. ومن رأى يا أحبابي في المنام أن يقاتل بعيرا وينازعه فإنه يقاتل عدوا. ومن رأى أن له إيلة كثيرة، إبلا كثيرة يسوقها أو يملكها، فإنه يلي قوما. جزار في المنام يا أحبابي، في التأويل رجل عدو إذا كان دنس الثياب وفي يده سكين، وإذا كان نظيف الثوب فإنه دليل يا أحبابي على إطالة العمر في الدنيا. والجزار المعروف إذا حسنت حالته
في المنام دل على حسن عاقبته. تفسير رؤية الجواد في المنام. في التأويل دليل على السعادة والعزة والجاه والسلطان، فمن رأى أنه ركب جوادا أو فرسا وهو يسير به رويدا وكان ذلك الفرس كاملا من حيث السراج واللجام ينقص السلطان والنجاح، وإذا كان الجواد أسود دليل على النجاح الكبير، وإذا كان أبيض دل على نجاح غير محدد. تفسير رؤية الجرس يا إخواتي في المنام. الجرس المنقطع في التأويل يدل على توقع أخبار طيبة، ويدل أيضا على الأخبار غير طيبة إذا كان ضربه مستمرا. الجامع في المنام يا أحبابي هو دليل على الملك لقيامه بأمور الدين، ويدل العدل لمن دخله إذا كان مظلوما، وإذا وقف الحالم في محراب المسجد فإنه يدل على الرزق والزوجة الصالحة. الجزر في المنام يا أحبابي جزر وردع، والجزر رجل بلدي يؤذي سمج، فمن رأى في منامه أن بيده جزرا فإن الأمور الصعبة ستذهب عليه وتهون. تفسير رؤية الجبهة في المنام يا أحبابي. في المنام امرأة أجنبية تصبر إلى الرأي، فإن كانت مصبوغة فهي امرأة ولود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. أما تفسير رؤية الحج في المنام يا أحبابي، الحج في التأويل صلاح دين واستقامة وأمن، والخروج للحج في وقت الحج ولاية للمعزول وسلامة للمسافر وربح للتاجر وشفاء للمريض وقضاء الدين للمدين. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.